بتحبي تقرأي لمين؟ بتحبي تشوفي كتب لمين؟ لا انا يعني بحب القرايه قوي 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 قوي. ولك برافو عليك، كبرت بعيني يا سبع. وبحب اقرا كتير، بقرا في الادب الكولومبي كتاب كتير جدا كمان، يعني سواء عرب ولا اجانب. الله لا يعطيك العافيه، مش حاجه كتب وصال. ممكن تفاصيل عن الحاجه اللي بعدها؟ الله سترك من عيني. انا ما بحبش اتكلم على حاجه قبل ما اصورها على فكره، عشان كده ببقى يعني ببقى حريصه في الكلام. والله الست دي بتتكلم كلام زي الفل. ايه الاعمال اللي انت تابعها في رمضان او متشوقه ان انت تشوفها؟ ما ركزتش، بس انا في رمضان ما بشوفش كتير. العمى طلع بيخرط اكتر من جده، لان بالنسبه لي رمضان شهر عباده يعني، وانا ببقى يعني سعيده ان انا مش شغاله في رمضان، فعايزه اركز في رمضان في العباده. تعال ممتاز احسن ثابر الاول الاصول بس بعد رمضان طبعا بتفرج عشان اشوف زمايلي عاملين ايه وبارك لهم يعني. لعبك كنج بحظي انك كنج وموحده قدام.